السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الرابع من دروس تعليم أوتوكاد 2014. في درسنا هنتكلم عن اللايرز. لايرز أو الطبقات هي كأنك ترسم على لوحة، لكن اللوحة عبارة عن ورق شفاف. الورق الشفاف اللي أنت بترسم عليه بيكون طبقة ضمن لوحة كاملة، بمعنى قدامنا الرسمة ديت هي رسمة عبارة عن مكتب تجاري. انا هنا مثلا عايز اخد الوولز او الحيطان علشان احط عليها رسمة كهرباء مثلا. ممكن من هنا اجي اختار اي جزء من الوول وبعد كده اقول له isolate. هقول copy واخده اشتغل بيه او اشتغل على اساس الحيطان ديت اعمل بيها اي حاجة. لو تلاحظ ان انا دلوقتي ممكن اخفي اي لوحة من اللوح اللي موجودة عندي لان هي كلها عبارة عن طبقات، فممكن اسحب اي طبقة من الطبقات بحيث ان هي تكون مختفية. فمثلا انا عندي هنا هعمل ان ايزوليت، عايز مثلا الغي الطبقة اللي مرسوم عليها المكاتب، فممكن اجي من هنا واقول له اطفي لي الطبقة اللي مرسوم عليها المكاتب. ارجع ابص على الرسمة الاقي ان كل المكاتب اللي كانت مرسومة باللون الازرق اختفت. ممكن اتراجع عن الامر هنا، ممكن اقول previous ترجع لي كل المكاتب بالشكل ده. طبعا في اي وقت ممكن ارسم رسمة على الطبقة او ممكن انقل رسمة من layer الى layer. فمثلا انا عندي الترابيزة ديت اللي هي الشكل البيضاوي، انا عايزها تبقى تبع الديسك تيبلز، مش عايزة تبقى في طبقة الكونفرنس تيبل. فممكن اقول هنا ماتش واخد الطبقة ديت، على طول تتحول الترابيزة بتاعة الاجتماعات الى اللوحة بتاعة الديسك. كل الاوامر دي هنعرفها، لكن هو ده الغرض الاساسي من اللايرز. قبل ما ابتدي بقى اتكلم عن اللاير، هفتح ملف جديد من هنا، اقول نيو واختار اكاد. في الملف ده هبتدي ابص على اللاير اللي عندي، هلاقي فيه لاير موجوده دايما اسمها اللاير زيرو، اللي هي اول ورقه بترسم عليها. هي دي الورقه الاساسيه بتاعتك. لو تحب ان انت تتحكم في لاير، ممكن اجي من هنا اختار لاير بروبرتيز، ادوس عليها تظهر عندي اللاير بروبرتيز بالشكل ده. فدلوقتي انا عندي هنا مربع ممكن استغله ان انا اخلق لايرز جديده وان انا اعدل فيها، احدد نوع الخط اللي هيكون مرسوم خلال اللاير واحدد لون الخط اللي مرسوم خلال اللاير، بالاضافه ان انا ممكن احدد اذا كان اللاير ده هيدخل في الطباعه ولا لا. فنبتدي اول حاجه هعمل نيو لاير، هاجي هنا اسميها مثلا بارت. هيسالني اللاير دي عايزها تكون ظاهره ولا مش ظاهره، لو دوست على علامه النور كده تبقى اللاير مش ظاهره، هتبقى مختفيه. لو دوست عليها تاني هتكون ظاهره معايا. من هنا ممكن اختار، هقول كده بالسريع عن ماكسمايز اول كولم بحيث ان كل الاوامر تكون ظاهرة عندي. هختار ان اللون يكون احمر مثلا. اوكي، من هنا ممكن تحدد نوع الخط، لو انا دوست هنا كونتينيوس واقول لود واختار مثلا نوع خط يكون ايزو داش زي كده واقول اوكي. هختار الخط واقول اوكي، لاحظ ان نوع الخط اختلف وكتب لك اسم. حجم الخط من هنا ممكن تختار، انا بدوس على المربع اللي تحت كلمة line weight أو المربع اللي موجود هنا. من هنا ممكن تحدد نوع الخط وليكن 0.35 مللي، أقول أوكي. transparency اللي هي الشفافية، ممكن أحدد إن الشفافية بتاعته تكون من 0 ل 90، 90 هيكون شفاف جدا، 0 هيكون واضح تماما، أنا هخليها 90 زي ما هي. من هنا لو دوست كليك يمين في أي مكان وقلت anchor left هتلاقي اللاير بروبرتيز بقت ظاهرة عندي هنا، وممكن تختفي زيها زي البروبرتيز باليت اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول خالص. ممكن أدوس كمان كليك يمين وأقول أيكونز أونلي بحيث إن هنا تبقى عندي أيقونات فقط. تمام، خلوني دلوقتي أرسم مثلا دايرة، هرسمها على اللاير زيرو ولتكن بالشكل ده، هقول 5. هرسم دايرة تانية على اللاير زيرو برضو، ولتكن 3.5.
دلوقتي انا عايز ارسم سنتر لاين يمر على اساس ان هو مر في منتصف الدايرتين دول. اختار اللير اللي احنا قلناها بارت واقول لاين، اختار مثلا من هنا ارسم كده، ظهر عندي الشكل بالطريقة ديت. الخط ماشي ب3.5 وبلون احمر. البروبرتيز اللي ظهر عندي هنا باي لاير، يعني هو هنا مش هيهتم بلون الخط او بحجمه او بنوعه، لان هو بيرجع دايما للبروبرتيز اللي انا قلت له عليها في البارت. لو انا حددت له حاجه غير كده، لو انا قلت له مثلا اختار ده وخلي ان لونه يكون اخضر، وجيت ارسم اي حاجه تاني، هقول مثلا دلوقتي اشيل الاختيار من على الخط ده، وهاجي اقول ارسم خط دلوقتي على لاير زيرو ده زي ما هي، هلاقي ان كان لونه بقى احمر. لما اجي اختار الخط ده هو لا يزال جوه اللاير اللي اسمها بارت واحد، لكن البروبرتيز اللي انا قلت له عليها من هنا هي اللي هتطغى على اللي موجود هنا. خليني امسح السنتر لاين ده وارسم سنتر لاين تاني نفس اللاير بتاعت بارت. اختار بارت وهقول دلوقتي انا عايز بارت اغير شكل الخط اللي فيه. هرجع هنا مجرد بس ما وقفت عليها مدوستش حتى كليك، هختار تحت اللاين تايب، اختار ده كده، وبعد كده هقول لود واختار مثلا ايزو لونج داش دوت وهقول اوكي. اختار الخط واقول اوكي، وبعد كده هاجي ارسم خط تاني هنا يمر بمنتصف الدايرتين دول واقول انتر. ترسم بلون احمر باي لاير باي لاير. المشكلة دلوقتي انا عندي السنتر لاين ده اكبر من اللازم، ازاي اقدر اتغلب على المشكلة ديت؟ ممكن اجي هنا عند السهم الصغير ده ادوس عليه واختار other، هيظهر لي مربع يقول لي لو انت عايز ترسم خطوط جديدة بعيدا عن layers، بس انا مش هعمل كده. انا هقول global scale factor، هخليه مثلا 1 من 10 السكيل اللي هو بتاع الخط ده. هقول عموما اقول اوكي، هلاقي ان الخط عندي بقى مرسوب بالشكل اللي انا عايزه. خلونا بقى نروح على رسمة جديدة واللي هي 14 4 1. هنا مثلا انا عايز ارسم كومباوند جوه او مبنى او فيلا جوه الكومباوند ده، فانا عايز اختار اللاير ده وابتدي ارسم على اساسه رسمة تكون هنا. فممكن اجي هنا واقول make object layer current واختار الاوبجكت ده، على طول يروح يختار لي الاوبجكت اللي انا هشتغل عليه على نفس اللاير. واقول مثلا هرسم هنا دايرة يعملها لي بنفس اللون وبنفس نوع الخط بنفس كل الخواص بتاعت اللاير بتاعت الفي بيلدينج. تاني حاجة، لو انا مثلا عندي رسمة اترسمت في غير اللاير بتاعها، يعني مثلا انا كنت عايز ارسم المربع ده يكون لونه اخضر بدل ما هو في اللاير بتاعت في بيلدينج، اخليه في اللاير بتاعت الفيجيتيريان او الخضره اللي موجوده حوالين الكومباوند ده، فاقرب منه هنا كده واختار ماتش لاير. اول حاجه هختار الشكل اللي انا عايز اغيره، ده اللي انا عايز اغيره، عايز اطبقه باللاير دي. الاقي ان الاوبجكت او المربع لما اجي اقف عليه كده الاقي نفسه اتغير بقى لونه اخضر حسب اللاير اللي هو اللي احنا شغالين عليها، واتغير من في بيلدينج بقى في فيجيتيريان. بعد كده لو بعدنا عن الرسمه دي خالص ونشوف الرسمه التانية اللي هي 14 4، ان يخلي رسمه الحيطان بس هي اللي موجوده، اعزلها عن بقيه اللايرز. هتشوف الرمز ده محطوط عليه isolate، ان انا هاخد الطبقة دي بس والكليك يمين انتر عزلتها عن باقي الطبقات اللي موجودة، وممكن ابتدي اشتغل عليها وممكن ابتدي اعمل عليها عمليات اللي انا ممكن اكون محتاجها. مثلا هقول هنا extend وقرب من ده واقول دي الحدود بتاعتي، كليك يمين ومد الخط ده ومد الخط ده واحذف الخطين دول كده، انا طولت في الحيطة اللي عندي. هل اقدر اعدل في اي حاجة تانية؟ يعني مثلا لو انا عملت كده
هل الاجزاء تشتغل معايا مش هتشتغل معايا. فده بيسهل عليا برضو طريقة اختيار، انا ممكن احذف اي حاجة، اختار اي حاجة بالطريقة ديت، لما اقول ديليت ما يختارش الحاجات اللي انا كانت موجودة عندي. يعني بحاول اختار اهو الكراسي اللي موجودة هنا مش بيختارها معايا، لو قلت ديليت هيشيل الحيطان ويسيب الكراسي زي ما هي. هتراجع عن كل الاوامر ديت، هو الـ Previous State، على أساس إن أنا هرجع حالة الـ Layers إلى ما كانت عليه من قبل. يعني أنا اخترت Isolate وقلت له مثلا اعزل لي كل حاجة ليها علاقة بالديسك، Enter. لو عايز أرجع للحالة اللي أنا كنت عليها الأول ممكن أقول Previous يرجع لي كأنه أمر أندو تقريبا. يعني في نفس الوقت برضو لو أنا قلت مثلا Isolate لطبقة الكراسي، كليك يمين Enter، هيسيب لي بس كل الكراسي اللي موجودة عندي هنا. ممكن أقول أن أيزوليت يرجع لي كل حاجة زي ما كانت في الأول. بعد كده أنا عندي أمرين شبه بعض، وهو أمر فريز وأمر أون أوف. فريز وأون أوف بيعملوا نفس الـ function. لو أنا مثلا اخترت هنا فريز واخترت الترابيزة ديت، هيخفي لي كل الـ objects اللي على نفس الطبقة بنفس الطريقة. لو قلت له اوف عايزك تقفل لي كل الاوبجكتس بتاعت البيبان، هيخفي لي كل الاوبجكتس بتاعت البيبان. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم بسيط. هنا هو بيخفي بس من الشاشة الرسمة، لكن الاوتوكاد لسه عامل حسابهم. فريز بيساعد الاوتوكاد ان هو يشتغل اسرع، لان هو بيشيل الاوبجكت من الميموري. بمعنى لو انا قلت للاير فريز، ده معناته ان هو هيشيلها من الميموري بتاعه الاوتوكاد، هتفضل موجوده لكن هو مش هيفضل يحسبها في كل مره انت بتعمل زوم ان او اوت على اللوحه. اون اوف هو مجرد بيخفي فيزيبيليتي، بيخفي الشكل، لكن الاوتوكاد بيظل بيحسب وكأن الاوبجكت موجود. الناس اللي اشتغلوا على انفنتور هيعرفوا اكتر الفرق ما بين سبريس وفيزيبيليتي. سبريس بيخفي الشكل من الميموري، فيزيبيليتي بيخفي الشكل من الشاشة لكن بيظل الشكل بيتحسب جوه الميموري بتاعت البرنامج. هما الاتنين بيأدوا وظيفة واحدة، متاخدش بالك في الفرق ما بينهم هما الاتنين. هقول previous state بحيث ان ارجع كل حاجة انا حذفتها. option تاني ممكن استغله اللي هو unsafe layer state او layer state. خلينا نجيب الرسم دي كده على جنب، وهاجي هنا هقفل شوية layers زي مثلا ال wall، هقفلها. هو هنا بيسألني انت شغال على ال layer ديت، انت عايز تطفيها؟ هقول له عايز اطفيها. اي رسمة هرسمها وال layer مطفية مش هتظهر. مثلا لو رسمت دايرة هنا كده مظهرتش، لان انا طالب منه ان ال layer تبقى مختفية. لو شغلت ال layer تاني هلاقي الدايرة اللي انا رسمتها ظهرت. دلوقتي هلغي الجرين، وهلغي ده كمان، وهلغي الديسك، وهحفظ ال layer state ديت. هقول new layer state وهقول no disk وهقول اوكي. هرجع تاني هنا واشغل اللي انا طفيته، وهلغي مثلا عايز اعرف انهي لاير ديت اقف عليها كده، وهقول اللاير ديت هلاقيها بلامبنج فكويس هطفي. هقول هطفي البلامبنج وهطفي ليدر فرنتشر واطفي كمان البيبان، وهاجي هنا هقول نيو لاير ستايل، هقول له نو دور، اقول اوكي. دلوقتي لو انا عندي عميل عايز اوريله الرسمة بدون البيبان، هسيب له اللاير ستيت ديت. لو عايز اوري له رسمة تانية من غير المكاتب هوري له اللاير ستيت ديت. لاير ستيت ان انا خدت مجموعة من الطبقات وحطيتهم في حالة مع بعض، مجموعة تانية من الطبقات وخدتهم في حالة مع بعض، واسمي كل حالة لاير ستيت بالاسم اللي انا عايزه.
هاجي هنا واقول السهم الصغير ده واقول له turn all layer on عشان يرجع لي كل layers on. كمان لو انا مثلا مسكت اي layer من layers وقفلتها بفريز، ناخد كمان plumbing وليدر فريتشر، في اي وقت انا عايز ارجع كل layers اللي موجودة عندي ممكن اقول throw all layer. بنفس الكيفية انا لو دلوقتي رجعت قفلت الاشكال ديت من هنا الامر ده ممكن اقول turn all layer on، اختاره رجع لي كل layer اللي انا طفيت النور عنها. layers اللي انا عملت لها freeze تجميد، يعني مثلا امسك اكتر من layer، امسك دي كده freeze freeze، layer اللي انا جمدتها ممكن ارجعها كلها تاني في خطوة واحدة واقول throw all layers الاقيهم كلهم رجعوا. بعد كده انا لو عايز اقفل لوحة من اللوح، مش عايز طول ما انا شغال اللوحة دي يهتم بيها الاوتوكاد، فمثلا هاجي اقول هنا عند الوول هقفله بالطريقة دي. لاحظ ان اللون خفت بقى، حصل ان فيه خفوت، وفي نفس الوقت مش قادر اختار اي حاجة فيه، مش قادر احذفها مثلا، ما اقدرش. لو اخترت ده كده ما اقدرش اختار اللاير ده. لو عايز الغي اللوك ممكن اقول unlock اختار لاير اللي هي اشتغلت معايا تاني. دلوقتي لو انا عايز اتحكم في الشفافية بتاعة اللاير اللي معمول لها لوك، اللاير اللي معمول لها لوك ديت ممكن من هنا اجي اقول locked layer fading، اختار اخليها مثلا 70%، ممكن اسحب من هنا السهم ده، ممكن اجي هنا ادوس واكتب 70%. هاجي هقول lock layer وليكن هنقفل اللاير بتاعت الاول، هقفل ده كده، هلاقي الشكل عندي بقى خافت اكتر من المرة اللي فاتت، لان انا لما قفلته المرة دي بقى خافت بنسبة 70%. 90% هيكون يدوب ظهر. خلينا نجربها كده، 90% انتر، يدوب الشكل ظهر. طبعا انا عندي من 0 لحد 90%، 0 هيكون اوضح حاجة، 90% هيكون اكتر شكل خافت. دي كانت باختصار اوامر اللير. هرجع لللير الشكل السابق لللير او الوضع اللي كان سابق للوضع اللي انا اشتغلت عليه دلوقتي. دي باختصار البانل بتاعت لاير. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس ده. لو عندكم اي اسئله اسالوها، هتلاقوا الملفات دي موجوده باساميها، هسمي اخر 14 و2 و14 4 1.